بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، وأصلي وأسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن لمدارسة المتشابهات من خلال مصحف التبيان المفصل لمتشابهات القرآن. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم أجرنا من الإفلاس يوم تكشف الأستار وتفضح الأوزار ولا ينفع اعتذار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذه الجلسات في موازين حسناتنا وانفعنا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول ما ذكر من المتشابهات في هذه الصفحة المباركة صفحة 37 قوله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذه الآية تتشابه مع الآية الثانية من سورة الطلاق قوله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فوجه التشابه هنا كلمة أو سرحوهن تتقابل مع كلمة أو فارقوهن، وكذلك كلمة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فهنا نربط السين من كلمة تمسكوهن بالسين من كلمة سرحوهن فيتضح الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. وما كان ذا ضد فإني بضده. كذلك في الآية الثانية فيها أو فارقوهن، فنربط الألف من كلمة فارقوهن بالألف من اسم السورة الطلاق، وهذه القاعدة التي مرت معنا كثيرة. واربط رعاك الله باسم السورة مواضع التشابه المذكورة. وكذلك يضبط بالشعر قول الناظم رحمه الله في البقرة: أو سرحوهن التجا أو فارقوهن لدى الطلاق جا. نحفظ البيت ده يسر لنا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك من المتشابهات وقد مر معنا قوله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا، وقد تكررت 6 مرات في سورة البقرة مضت معنا، ونعيد لا مانع من الإعادة، ففي الإعادة للإفادة إن شاء الله تبارك وتعالى. مواضع قوله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا، إما أن يأتي بعدها أن الله أو يأتي بعدها أنكم. أن الله في رؤوس الآية قوله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام إلى نهاية الآية، وقوله تعالى: وأتموا الحج. وأما الذي باللون الأزرق هذا قوله تبارك وتعالى: واذكروا الله ونساؤكم. وإذا طلقتم الوالدات، يبقى إذن 4 مواضع التي يأتي بعدها واعلموا أن الله، وموضعين واذكروا الله ونساؤكم رؤوس الآية التي يأتي بعدها واعلموا أنكم. الأمر سهل ويسير، نرجع للدرس إن شاء الله الخاص بهذا المواضع فيه تفصيل أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحفظ هذا النص الإنشائي. كذلك من المتشابهات قوله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذا الموضع الأول في سورة البقرة. الموضع الثاني في سورة البقرة هي الآية التالية لنفس الآية تقريبا في على الصفحة اليمين في المصحف المدني قوله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. الموضع الأول هنربط الألف المهموزة فأمسكوهن بالألف من كلمة أول، والموضع الثاني نربط الألف هذه الساكنة بعد الفاء الألف الساكنة بالألف من كلمة ثاني، الألف التي بعد اللام هذه فلا بالألف من كلمة ثاني يعني الموضع الثاني، وهذه القاعدة التي مرت معنا: واجمع حروف الموضع المشتبه من كل كلمة وثم انتبه. ومن المتشابهات كذلك قوله تبارك وتعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. هذا الموضع
يتشابه مع الموضع الآخر من سورة الطلاق، قوله تبارك وتعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. نلاحظ هنا أن الموضع الأول فيه كلمة ذلك يتقابل مع كلمة ذلكم، هذا الذي يكون فيه الإشكال عند القارئ الكريم. يبقى هنا ذلك يوعظ الموضع الأول، الموضع الثاني ذلكم يوعظ، أما كلمة منكم فهذه غير موجودة في سورة الطلاق. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، الموضع الثاني لا يوجد فيه منكم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مباشرة. طيب، ونلاحظ أن ذلكم جاءت هنا كذلك، يعني إيه؟ بعد قوله تبارك وتعالى: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم. يعني تعبت كثيرا حتى وجدت هذا الضبط الطيب الجميل. قول الناظم رحمه الله: ذلكم يوعظ في الطلاق من كان يؤمن بالاتفاق، ذلك يوعظ به قد أتقنوا في البقرة من كان منكم يؤمن. نحفظه إن شاء الله، وسهل ويسير إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك من المتشابهات هو سهل ويسير قوله تبارك وتعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، سورة النحل، وهذا هو الموضع الوحيد ينصح الحفاظ بالعناية بالموضع الوحيد ضمن الآية. بقية المواضع بزيادة الواو مكان إن، قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، موضعين في البقرة وآل عمران وسورة النور. آخر حاجة في المتشابهات معانا قوله تبارك وتعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، هذا في سورة البقرة والموضع الوحيد وينصح الحفاظ بالعناية بالموضع الوحيد ضمن الآية. بقية المواضع: لا نكلف نفسا إلا وسعها، في سورة الأنعام والأعراف والمؤمنون. وبكده نكون بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من متشابهات هذه الصفحة الطيبة المباركة، صفحة رقم 37 هذا. والحمد لله على آلائه حمدا يباري الدهر في بقائه، وصلوات ربنا العظيم على النبي الطاهر الكريم، ويرحم الله امرأ دعالي برحمة منه وحسن حالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.